تفضلي. السيد أشوين موجود؟ لا، مين حضرتك؟ أنا فرشة، بشتغل بمكتبه. هو إمتى بيرجع؟ يعني قرب يرجع، تفضلي. طيب، شكرا. لا تسألني من هي المدام، أنت شفتيها معي. عن قريب كتير رح أحط على الحيط هذا صور عرسنا. الحمد لله إني ما صدقت مازن ولا عملت شي غلط، وإلا صحيح نسيت أسألك فرشة، شو يلي جابك لهون؟ هدول الملفات، كنت بحاجة لتوقيعك بشكل طارئ على هدول الملفات، لهيك قلت لحالي. قلي لي الحقيقة، بس مشان التوقيع ولا في شي؟ المعنى قصدي كان فيني أعمل هالشي بالمكتب، ما كنتي مضطرة أنك تجي لهون. قلي لي الحقيقة، في شي تاني؟ لا تقولي، أنا بعرف السبب. شو؟ شو هو السبب؟ أنتي كنتي مشتاقتي لي كتير، وبحجة هالملفات اجيتي تشوفيني، صح؟ ماشي، أنا رح روح، في كتير شغل بالمكتب. مو رايحة المكتب؟ لا، في عندي شغل برا، خلصوا بيجي. إذا بدك مشي معي. لا، أنا رح روح، أنت ضل وقع الملفات. باي. أنا ما رح أنسى أبداً هالسبعة أيام يلي قضيتهم معك، أنا رح اشتاق لك كتير. طيب لكان لا تروحي. شو أعمل أشو، لو كان القرار بإيدي أنا ما كنت رحت. هذا اجتماع مهم كتير وأنا لازم أحضره. إيه أنا فهمان، أنا وإنتي الشغل إله الأولوية عنا، بعد روحتك أنا رح أغرق حالي بالشغل، مضطر. لا تغرق حالك كتير بالشغل، أنت بس مسك هالتليفون واتصل بمرتك وقت تشتاق لها كتير، ماشي؟ خليك عم تتصل فيني، ها؟ أوكي؟ أوه لا، شو صار؟ شو صار؟ عن جد لا، أنا نسيت بطاقتك بالمكتب. أوه أشو، شو الحل؟ لا تقلقي، أنا رح أتصل بالعامل، رح قله يجي دغري على المطار ويجيب البطاقة. أشو، إذا راحت الطيارة علي رح أوقع بمشكلة. ألو ديليب؟ ديليب بمكتبي، في ظرف بالدرج الثالث بقلبه في تيكت طيارة، تعا المطار بسرعة وجيبه معك. أي هلأ، أي بالدرج الثالث، تعا بسرعة لا تتأخرها. تتوقع يمشي الحال؟ لا تقلقي، رح يصل على الوقت، لوقتها نقعد منشرب قهوة. السيد أشوين اتصل من شوي، طلب مني ظرف وصل له إياه بشكل طارئ على المطار، وهذا الظرف بالدرج. كان لازم تخبرني إلي قبل. كيف بتفتح الدرج الخاص تبع الأستاذ هيك وبهالطريقة؟ آسف مدام.
تفضل. اسمع، فرجيني يا قبل. السيد بده اياه بشكل طارئ، هو ناطرني بالمطار، هيك رح اتاخر. ايه انا اجيت لقلك انه الرجال اللي بتحبيه طلع متجوز، هو عمل هيك ليربح ثقتك ويخليكي ما تصدقي اي حدا بيقلك الحقيقه. أنا شفت مرته بعيني، هو رجال متجوز. أنا فيني أعطيكي أكثر من دليل على هذا الشيء. من كم يوم أخذته على المطار، كان رايح يقابل مرته، جاب مرته ورجعت وصلتهم على بيته. أشوين المستخدم تبعك؟ رح اتأخر، لازم أعمل تشيك أنا كمان. أكيد على الطريق، أنا هلأ حكيت معه. لا هلأ اتصل فيه واسأله، أنا رح اتأخر على طيارتي. شو هاد؟ ماشي رح اتصل. أستاذ اجيت دليب؟ هذا هو الظرف. شكراً كتير. ماشي يلا روح. شرفي هاي بطاقتك. ما قلتلك ما في داعي؟ ما تكوني متوترة. ليكي مدام، وثقي بزوجك أكتر من هيك، هو ما رح يخذلك أبداً. آسفة. يلا أنا لازم. وعديني شغلة واحدة، أنك رح تخلصي شغلك بسرعة هنيك وترجعي وأنتي مطورتيه للأحسن بأقل من سنة. أكيد أشوين، أنا حاسة إني كأني مفارقة روحي. أنا بوعدك رح نحتفل بعيد زواجنا سوا بالهند السنة الجاية. واو، أنا رح أستنى هداك الوقت الذهبي. ومن هلأ لهداك الوقت أنا رح أشتاق لك. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.